الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا الكلام عن التوحيد وعرفنا التوحيد وعرفنا أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. हमें ये पहले तो पढ़ना तौहीद और तौहीद को किसी मारू और तौहीद को बारे में हमें बुझे अशर्क या कसम इला कस्मे अब कुरान का जो शिर्क के बारे में शिर्क का जो किस्म शिर्क अकबर और शिर्क असगर ठुलो शिर्क अथवा ठुलो शिर्क और सानो शिर्क الشرك الأكبر إذا مات الإنسان عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار لا يخرج منها نسأل الله العافية والسلام. كل ما تيجي دي تقولوا شيء تقدر دي وما أصلا دي تسمع من دوس تقولوا شيء ما هو شو دي تو هميشة أمام سكلا كي تهمنا ما تانس بعد بن دوس بو بخشى سبتين. وإذا مات نسأل الله العافية والسلام عن الشرك الأصغر يعذب فقال شركة ما تدخل الجنة. فقصة كم تيجي دي شرك أصغر ما تيجي تسمع شرك ما تيجي تسمع دي उस दिन तीन शिफ्ट के हिसाब से जहाँ तक मात्र अल्लाह को आजाद दिए थे रफ़ोशी जनता आ गई थी। नाम عندنا المحرمات أربعة. हम محرمات से क्या किस्म होती है? صغائر. سانو سانو. وأغلى من الصغائر الكبائر. وطول. وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر. رتب كبار من دم عندي شرك الأصغر هو يعني سانو شرك هو نمبر واحد. وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. رتب من دم عندي ترى سنا بدي شرك أكبر يعني كل شيء. نعم. إذا هذه المحرمات عندنا أربع درجات. صغائر كبائر شرك أكبر شرك أصغر. الله يمنع منك من تار يعني ترتيب هذا. صغائر كبائر صغائر مش سانو شرك هونسا من صغائر سانو غير أربعة هونسا. يعني كبائر هم يكون كل شيء هونسا. نعم. لابد أن نحذر من هذه الأربع. نعم. أمثلة على الشرك الأكبر. كل شرك الطواف حول القبور. السجود لغير الله. أي عبادة تصرف لغير الله فهذا الشرك أكبر. बड़ी बड़ी अमल जो भी इबादत हो ये के लिए अल्लाह ने बड़े हाथ में लाई कर बड़ी कोशिश कर पाओ दुआ गैर अल्लाह فيما لا يقدر عليه الا الله अल्लाह ने छोड़े रहा हाथ से दुआ करो इसको पूरा पर लागी जिसको क्षमता के समान समझ नहीं के बड़ी शिर्क कर पाओ अذبح لاصحاب القبور اذبح للجن कब्र में कब्र को लागी अथवा कब्र में सुनने के मानसर के लागी दबर करने बलिदान दी अथवा जिन हर पर बलिदान दी किन से मदद तलब करो ये सभी शिर्क कर पाओ كذلك النذر لهم يا فنذر من نعم استعانة استعاذة استغاثة طلب الشفاعة من الأموات استعاذة من يقول فيه فأنا من الله فأنا جانو سيدان مرد أخوة فسيدان مرد رأي لي استعاذة من سي استعانة من استغاثة يعني مرد طلب مرد في سبب يقول الله قول الله الله سنرمى بلير الله سنرمى بلير الله سنرمى بلير الله سنرمى لا يمكن أن يطلب من غير الله أشياء لا يقدر عليها إلا الله هذا هو الشرك الأكبر الشرك الأكبر من يقول كي استو برا الله لا يشمل الأرض سنا ما نقول جسكو سمتا جسكو طاقة تيو من شيء سنا سيا تيو دينا ما طاقة تيو دينا طاقة تيو من سنا سيا نعم الثاني أمثلة على الشرك الأصغر دوسرا قسم سانا شرك کے بارے میں اڑانا الحلف بغير الله دوسرا کہ اللہ نے چھوڑی آپ کا قسم کھانا الرياء يعمل العمل حتى يراه الناس يمدح الناس يعبد الله سبحانه وتعالى لكن يريد بهذه العبادة مدح الناس देखा जब लागी नमाज पढ़ो अथवा बड़ी बड़ी अमल करो तो इसको विशेष कारण के वजह मान से आपको तारीफ करना चाहिए चाहते के समय يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب على الشرك الأصغر وإستو كرا على كارن بنا نو جسلا كي الله لك كارن بنا كسيني جسلا كي بني بني دونغا أثا بني بني كرا لك جسلا جسما الله لك تيو بيشيس تارا كي كسيني جسلا مانسي تيو بيشيس تارا كي بنا تيو كي بنتي بيشيس تارا كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو الشرك الأصغر شنلي ولا كارن بنا نو جسلا بني بني كرا جسلا الشرك الأكبر يعني خلا الشرك سما برا نو جسلا تيو الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت واش وشئت जस्तो कि भन्नु कि माशा अल्लाह वशी यसको तर्जुमा के भने जस्तो कि अल्लाहले चाहनुहुन्छ र तपाईँले चाहनुहुन्छ यो शिर्क के हो शिर्क नعم علي اعتبار قلنا لابد ان نحذر من الشرك الاكبر والشرك الاصغر त्यसैले जरुरी छ कि हामी शिर्क अकबर र शिर्क असगर यानि सानो शिर्क र ठुलो शिर्क दुईबाट हामी डराउँ अरूले पनि डराउँ اذا تاب الانسان في وقت تقبل فيه التوبة سواء كانت هذه التوبة من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر تاب الله عليه यही मान्छेले तौबा गर्छ र अल्लाहसँग क्षमा याचना गर्छ र यसको यो क्षमा याचना
कुकरम यस्तो बेलामा गर्छ जुन बेलामा अल्लाहले जुन बेलामा अल्लाहले कबुल गर्नुहुन्छ चाहे शिर्क अस गरोस् यानि सानो शिर्क होस् वा ठुलो शिर्क अल्लाहले माफ गर्दैन शिर्क खफी ला तदरी अन शिर्कको एउटा किसिमको पनि हुन्छ जस्तै शिर्क खफी भन्छ यानि लुके लुकेको शिर्क भनौँ अनि मान्छेले जान्दैन त्यो बारेमा يرى مثلا ان السرقه كبيره ونعم هذا صحيح ان السرقه كبيره نعم نستقي ما تشيل يبشاش على تشكي تولي غرنا اكبر دكا عندنا يو كبيره غنا كل غنا لكن هو يحلف بغير الله ترى يو ترى وصلت كي ولزم كي الله يشمل لا اعطى ابو قسم خان يظن ان الحلف بغير الله يعني محرم فقط مع ان الحلف بغير الله اكبر من السرقه उसले के आशा राख्दछ भने अल्लाहले छोडेर आएको पसन्द खानु यो एउटा ठुलो गुना हो र यो यो आस्था उसले चोरी अथवा डाकत पक्की राख्दैन نعم فلا بد قلنا لكم ان نتعلم التوحيد حتى نعمل به ونتعلم الشرك حتى لا نفي نعم त्यसैले जरुरी छ कि हामी तौहीद बारेमा जानौ र शिर्कबाट आफूले जानौ र डराउनु पर्दैन نعم والله اعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم